الغوالي طلبة الثالث متوسط، حياكم الله بشرح إنشاء الوحدة السادسة. محاضرتنا اليوم اللي هي أكتب عن مهنة شخص حقيقي. الوحدة السادسة بها إنشاء واحد اللي عنوانه The Career of a Real Person. The Career of a Real Person، نعرف هذا الإنشاء لما نيجي بالوزاري عن طريق كلمة Career، وإذا صعبة احفظ كلمة Person هاي آخر كلمة، وإذا صعبة احفظ كلمة real الكلمة اللي قبل person، تمام، اللي هي تعتبر الكلمة الخامسة، يعني كلمة واحدة خذ من الإنشاء دليل، تمام. الكاتب اللي راح نتكلم عنه او مهنة الشخص حقيقي اللي هو محمد خضير، ندرسه بالسادس الاعدادي عند قصة الارجوحة ذا سوينج، تمام. محمد خضير، لا تباوع الاسم تقول ها مطول شلون اكتبه، ما دام اسم علم شلون ما تكتبه صحيح، تمام. محمد خضير is an Iraqi writer، هو كاتب عراقي، تمام، an Iraqi writer. He was born in Basra in 1942، ولد في البصرة عام 1942. لما تريد تقرأ التاريخ بالانجليزي اقرأ على شكل جزئين، اقرأ 19 بعد 42، اوكي، تقول 19 19 42 42. He finished his study in Basra، انهى دراسته في البصرة. He finished his study in Basra. He wrote short stories and became famous in the Middle East. He wrote كتب short stories قصص قصيرة and و became أصبح famous مشهورا in في the Middle East في الشرق الأوسط. He got many prizes in Iraq and Emirates. He got many prizes in Iraq and Emirates. حصل many prizes جوائز كثيرة in Iraq في العراق and Emirates والإمارات. He taught at schools درس taught درس بالماضي teach يدرس taught درس at schools في المدارس in ديوانية and بصرة في الديوانية والبصرة for 30 years. For 30 years لمدة 30 عاما. His stories قصصه were translated ترجمت قصصه، تمام، into إلى English. إذا ما تعرف كلمة English فوق بالأسئلة الوزارية مكتوب امتحان اللغة الإنجليزية تنزل كلمة English. فارز Russian الروسية ترجمت إلى الإنجليزية الإنجليش، Russian الروسية and French والفرنسية and French والفرنسية. هذا بالنسبة لإنشاء الوحدة السادسة، تحياتي لكم.